اهلا وسهلا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله، واحوالكم واموركم كلها على خير. ومبروك عليكم هذا الشهر الكريم، وخا جا متأخر، وان شاء الله يا رب يرفع علينا هذا البلاء ونمروا من هذه المرحلة يعني على خير، وما نفقدوا حتى شي واحد من العائلة ديالنا والاحباب. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الطريقة ديالي في العجين المورق اللي كنحضر بها بعض المملحات بحال لي شوسون، بحال لي فون ديال فولونفون. وصافي ندوزو ان شاء الله لطريقة التحضير. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، الحلويات الدقيق ممتاز. عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة، المارغرين اي نوع. عندي هنايا معلقة صغيرة الملح، معلقة صغيرة السكر الثقيل، معلقة صغيرة الخل. واكيد غادي نحتاج الماء باش نجمعوا العجين. ندوزو على بركة الله في طريقة التحضير. ندوزو على بركة الله. غادي ناخدو الدقيق ديالنا، غادي نضيفو عليه السكر، نضيفو عليه الملح، نضيفو الخل، وغادي نجمعو العجين ديالنا بالماء اللي هو دافي، عفوا الماء بارد جدا، ما نجمعوهش بالماء دافي. غادي نديرو الماء بارد، وغادي نتوما معايا تشوفوا القوام ديالها، يعني ما تكونش قاسحة وما تكونش في نفس الوقت يعني جارية. تلصق على هذا الشكل. دابا غادي نجمعو العجين ديالنا، غادي نخليوه على جنب، ونمشيو باش نقادو السبتة ديالنا. غادي ناخد واحد البلاستيك هادية تنحلو السبتة ديالنا. كلاسيك تكون باردة، كانت في التلاجة يعني باردة في الشكل. غادي ناخدو المدلك ديالنا، وغادي نبداو نخدموه بحال نعسو، نضربو في الشكل حتى نسرحوها كاملة. كما شفتو البنات ها هي سرحناها، مازال غادي نعاودو نسرحوها وسط العجين. دابا غادي نجيبو شويه ديال المايزينا باش نسرحو العجين ديالنا.
تنقسم على جوج، ما شفتو كيف كتجي مورقة من الطبقات كيبانو ليكم. دابا غادي نحطها في النص ديالها نديرو في الثلاجة، والنص الاخر هو اللي غادي نبدا نشكل بيه. بنات خديت النص اللي خليت مجبود، غنسرحو بعد ما سرحتها. البنات شفتوا الحجم ديالها، نخليوها غليظه شويه ما نرقوهاش. دابا غادي ناخد المطبع، خديتها هذا الشكل، كلكم تاخدوا صغير كبير اللي بغيتو. نستمر بهذه الكيفيه، تنساليو جميع العجين اللي عندي باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتلاقاو الناس. من بعد ما ساليت خديت هنا عندي جوج ليف فيهم صفر بيضه وبيض بيضه، باش غادي نقاد نيفو لوفون ديالي. كما شفتو البنات هنايا غادي نبداو ندهنو بيض البيض باش نلصقو فوقو وداكشي الشي على الاخر. غادي نستمر بهاد العملية حتى نساليو كاع لي فولوفون ديالنا. بعد البنات ما لصقتهم بالبياض ديال البيض من يعني بيناتهم بجوج، ومن الفوق درت لهم صفار البيض. دابا غادي نديرهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة، من بعد ندخلوهم الفرن يكون ديجا مشعول لدرجة الحرارة 200 درجة. هما البنات من بعد ما خرجتهم من الفرن يتحمروا ليا كيجيو على هذا الشكل. شفتوا دابا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه باش غادي نعمروهم. دابا البنات غادي ندوزو باش نحضروا الحشو ديال هاد لي فولوفون. غنحتاجو هنا جوج بيضات، نحتاجو نص علبه ديال ياغورت طبيعي، كنحتاجو قليل من لاشون اولا دانت فيمي والموتزاريلا. غادي نضيفو نص علبة و غادي نضيفو لاشون أو لادان تشيمي أو الموتزاريلا. الحشوة كتبقى اختيارية، كاين لي كيعمرو بلاصوص طوماطون.
وبغا ندوزو باش نبداو نعمرو فيهم. واخيرا البنات هما لي فولوفون ديالنا وجدوا بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل. زوقتهم بالقليل من الزعتر اللي هو مطحون. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، راه كيجيو لذاذ بزاف. وجربوهم راه ما غاديش تندموا. وما تنساوش تخليو لنا لي لايك والتعليق باش نستمروا المزيد من الوصفات ان شاء الله. واللي بغى شي وصفه يخليها ليا في التعليق ونديروها ان شاء الله على شله. وشكرا الى وصفه قادمه.